اليوم جرت مباراة إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، فاز الاتحاد بهدف واحد مقابل لا شيء على أولمبيك آسفي في مدينة آسفي في المغرب، وكان الاتحاد قد تعادل طبعا مع أولمبيك آسفي في جدة 1-1. المباراة اليوم هدف واحد مقابل لا شيء، طبعا سجله الكابتن رومارينهو بالدقيقة 50 من عمر المباراة، وبهذا سيلاقي الاتحاد يواجه الشباب في دور نصف النهائي، وراح يتم تحديد مواعيد دور نصف النهائي خلال هذا الأسبوع. طبعا أربع فرق تأهلت إلى دور الأربعة، وهي الإسماعيلي المصري، الرجاء المغربي، والشباب السعودي، والاتحاد السعودي، يعني نادي من مصر، نادي من المغرب، وناديين من المملكة العربية السعودية تأهلوا لهذه البطولة ولهذه المرحلة من البطولة التي راح تقدم فيها جوائز مالية كبيرة جدا تبلغ أكثر من 23 مليون ريال. المباراة اليوم كانت فيها حضور جماهيري كبير، فيها ضغط كان كبير، فيها ألعاب نارية، فيها يعني الاتحاد دخل مباراة كانت الحقيقة صعبة في أرض فريق آسفي وبين جمهوره، لكن استطاع الاتحاد أن يعود ببطاقة التأهل.